سمعت هيك تدريبات حبيت أسجل وسجلت أنا وشوية بنات. وأول جلسة كانت إن كنا خايفين شوي ومتلبكين، وبس بعدين حبيناها وحسينا الأمر عادي ونحن صرنا عم نتعلم عليه شوي شوي. وجود شباب وبنات هي يعني واحد يفوت شوي بالحياة الاجتماعية ويتعود على الناس ويتعرف عليهم شوي. هاي أول مرة إلي يعني أجرب أفوت هذه الخطوة، وأتمنى إنه أطلع يعني إنه خرج وأتعلم بشكل سريع.